السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمة. يلا بينا نبدأ مع بعض. النهارده ان شاء الله اعزائي الطلاب هنتكلم عن الكونسبت الثالث في الوحده الاولى، زي ما احنا شايفين اسمه لايت اند سايت، او الضوء واهميته في الابصار او في الرؤيه للانسان ولجميع الكائنات الحيه الثانيه. لازم تعرف ان الاثنين مرتبطين مع بعض بالنسبه لنا وبالنسبه لغيرنا، حتى لو كانوا الكائنات الثانيه دي تقدر تشوف في الظلمه شويه اكتر مننا، بس لو كانت يعني لو كان الظلام تام يعني لا احنا ولا هم هيشوف. يعني لازم تعرف ان ايه، ان الضوء حاجه اساسيه للرؤيه سواء لينا او لغيرنا. فاول شريحه عندك بيقول لك اهو ان في الكونسبت ده في شويه اوتكمز او اهداف عايزين نعرفها. باي ذا اند اوف ذيس كونسبت يور تشايلد ويل بي ايبل تو، اول حاجه ديسكرايب هاو لايت ترانسفيرز انرجي اكروس ديستانس. يعني لازم تعرف ان الضوء ده اصلا طاقه. يعني ايه طاقه؟ يعني انت مثلا لو وقفت في الشمس شويه بتحس ان جلدك ده سخن، او زي ما تقول ان في طاقه انتقلت من الشمس ومشيت في الفضاء ده ملايين الكيلومترات لحد ما دخل الغلاف الجوي وجا على جلدك، ومع ذلك برضه لسه في كميه حراره وطاقه، بدليل ان انت بتلاقي نفسك جسمك سخن لو وقفت في الشمس. يبقى لازم تعرف ان الضوء ده اصلا هو صوره من صور الطاقه. يبقى ده اول هدف عندنا لازم نحققه في الدرس ده. الشريحه الثانيه بتبين لك الهدف الثاني، هو بيقول لك ان انت لازم في نهايه الكونسبت ده ان انت ديفلوب ا موديل، انك تصمم نموذج سواء تكتبه ترسمه تعمله بالطين الصلصال او اي مكان، يعني يوضح لنا زي ما انت شايف في الفيديو كده ازاي ان احنا نقدر نوصف الضوء بيمشي ازاي وبيتحرك ازاي وبيدخل في عيننا ازاي في خطوط مستقيمه واحنا ازاي بنشوف. اهو بقول لك اهو ديسكرايب هاو ذا بيهيفير اوف لايت انيبلز ذا اي تو سي اوبجكت. يعني لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى صمم العين علشان تتعامل مع الضوء بخصائصه. لو كان الضوء بيمشي بصوره منحنيه مش في خطوط مستقيمه كان العين ما كانش قدرت تشوفه. هي العين مصممه علشان تشوف الضوء اللي هو بيمشي في خطوط مستقيمه، ومكان الشبكيه ومكان السائل والعدسه والحاجات دي كلها، تركيب العين نفسه علشان خصائص الضوء عشان تبقى عارف. بعد كده بيقول لك الهدف الثالث ان احنا في نهايه الكونسبت ده هنشرح او اكسبلين هاو ادابتيشنز هيلب سم انيمالز، ازاي بعض الحيوانات زي ما انت شايف كده في تكيف بيساعدها وجذر انفورميشن ان ذا دارك، انها تقدر تشوف وتجمع معلومات في الضلمه، بس مش ظلام تام. خلي بالك بيبقى نور ضعيف جدا، انت كانسان ممكن ما تشوفش لكن هي تقدر تشوف. هنعرف ليه يعني في خلال الكونسيبت يعني. خلاص يا شباب، وكمان لازم تعرف ان في شويه مصطلحات او الفوكابلرز اللي انت لازم تكون في نهايه الكونسيبت اللي عارفها. لو انت مش عارفها تبقى في مشكله. فمثلا يعني ايه ضوء؟ لايت. يعني ايه لايت؟ هل هو طاقه؟ هل هو ماده؟ طب اللايت ده تعريفه ايه؟ طيب يعني ايه موجات كهرومغناطيسيه؟ طيب هل هو بينتقل في الفراغ ولا في الوسط المادي؟ يعني ايه مطر ماده؟ مطر ماده عباره عن ايه؟ طبعا انت خدتها قبل كده المفروض ان الماده اي شيء له كتله وله حجمه، يعني الحاجات دي كلها لازم نتعرف عليها. التفاحه ممكن نقول عليها ماده، لكن الضوء، الضوء ملوش لا كتله ولا حجم، يبقى ماده ازاي؟ طيب لازم تعرف برضو ان كلمه فيتشر او خاصيه مميزه دي بتميز اي يعني الخصائص والصفات بتاعت اي حاجه بتميزها اسمها فيتشرز. يعني مثلا البومه، انت تقدر تميز البومه من الاربع صور اللي عندك دول ليه؟ لان انت خصائصها في دماغك، جناحاتها بشكلها براسها ودرستها قبل كده، خلاص يبقى هي دي. عرفت منين؟ من الخصائص بتاعتها، الخفاش، الثعلب، اليربوع، كلهم كل واحد له خصائصه. كلمه خصائص مميزات الحاجه اللي تقدر تخليك تفرق الشيء عن الشيء اللي جنبه او الكائن ده عن الكائن اللي جنبه بنسميها فيتشرز او خصائص. طيب في كلمه كمان لازم نعرفها اللي هي كلمه ايه؟ اوبك. كلمه اوبك، اوبك يعني ايه؟ اوبك يعني حاجه معتمه، حاجه مش قادر اشوف اللي وراها. يعني مثلا صوره القط اللي قدامنا دي انت ما انتش قادر تشوفها بسبب ان في مثلا ورق كرتون قدامها، ورق كرتون، او ان في حاجه معدنيه زي النحاس، لفه نحاس اهي، او ان في مثلا ورقه فويل، ورق الومنيوم، برضه انت ما انتش شايف بقيه القط اللي وراه. يبقى ده معناه ان التلات اجسام دي اوبك. يبقى الاوبك معناها حاجه انت ما انتش قادر تشوفها او تشوف بسببها او تشوف اللي وراها، عفوا مش تشوفها هي يعني، تشوف اللي وراها.
برضو في تعريف لازم تعرفه، خاصية الانعكاس الريفليكشن، ان اشعة الضوء لما تسقط على حاجة ملساء زي المراية تنعكس وتروح اتجاه تاني، يبقى دي اسمها خاصية الانعكاس. لازم تعرف برضو زي ما الفيديو ده بيوضح لك كده، ان في حاجة في العين اسمها البيبل او البؤبؤ بتاع العين، احنا بنقوله بلغتنا المصرية البؤبؤ، هي الحاجة السوداء اللي ما انت شايف، اللي انت شايفها في العين بتاع القطة اللي قدامك ده، الفتحة السوداء دي اللي بتدخل الضوء، لكن اللون الابيض اللي حواليها ده ما بيدخلش ضوء. خلاص، بعد كده لازم تعرف ان في حاجه اسمها ترانسبيرنت اوبجكتس او اجسام شفافه. الاجسام الشفافه اللي تقدر، عكس كلمه اوبك، الاوبك المعتم انت مش قادر تشوف اللي وراه، لكن زي مثلا ايه الجدار اللي ورايا ده، انت ما انتش قادر تشوف ايه اللي وراه دلوقتي، الاوضه اللي وراه انت ما انتش شايفها، يبقى ده اوبك. لكن مثلا بص على الصوره اللي قدامك دي، في شمعه جوه الكوبايه، انت قادر تشوف الايه الشمعه، يبقى الشيء، يبقى الكوبايه دي، الازاز ده ترانسبيرنت شفاف، برضو كرة ازاز كده، وانا قادر اشوف البنت اللي واقفه وراها، حتى لو الصوره اتغيرت شويه صغرت شويه، بس الحاجه دي شفافه، بدليل انك قدرت تشوف اللي وراها. برضو الميه، الازاز اللي الدب ده موجود في مكان فيه ميه وانت قادر تشوفه في الميه، وفي لوح ازاز برضو شفاف انت قادر تشوف الميه وتشوف الدب اللي وراها برضو في الايه في الازاز ده. يبقى احنا بنسمي الحاجه دي ترانسبيرنت اوبجكت او الحاجه الشفافه. دي كان شويه مصطلحات كده هناخدهم برضو معانا. بعد كده بيقول لك ليسون 1 كان يو اكسبلين، تعالى بقى نبدا في الدرس كده، وبيبدا يعمل لك عمليه تمهيد علشان يفهمك اهميه الضوء للعين، انها مش هينفع انها تشوف من غيره. بيقول لك مثلا لو انت انسان او هيومن وانت قاعد في اوضه او في الفصل او في اي مكان، والنور بدا يضعف او يتعب او الكهرباء تقطع، انت مش هتقدر تشوف اللي تحت الميكروسكوب، ممكن كمان ما تقدروش تشوفوا بعض اصلا لان مفيش مصدر ضوء. يبقى في الحاله دي الانسان نظره ضعيف لانه مش قادر يشوف الا في وجود ضوء، وضوء قوي، وضوء ضعيف شويه ما اقدرش يشوف. في بعض انواع القطط او الايه نوع من الناس اسمها الفيشنج كات، ده بيصطاد سمك كويس قوي ويقدر يشوف في الضلمه، ويقدر كمان ان هو يشوف السمك تحت الميه اللي عينك انت كانسان ما تقدرش تشوفه بسبب ان سطح الميه بيلمع كده، هو يقدر يشوف السمك اللي تحت الميه. يبقى ده معناه ان عنده تكيفات تركيبيه في عينه تخليه ان هو ايه يقدر يشوف الاسماك والكائنات دي، اللي هي الايه structural adaptations او تكيفات تركيبيه في جسمه. فبيقول لك مثلا فيشنج كات هو عمال عينه كده تغمض وتفتح وينزل، تلاقي فجاه نزل اصطاد السمكه في والظلام قوي جدا زي ما انت شايف كده، ويقدر يشوفها ويميزها. تمام، في الفيديو الثاني ده برضه في الظلام اهو قدر يشوفها ويمسكها وياكلها، وانت تقول ازاي وسبحان الله عينيه بقى متكيفه. وهنعرف في خلال الكونسيبت ده ان حتى لو كان الظلام تام زي ما انت شايف كده، عينيه بتلمع كده في الظلمه، في غشاء كده على عينيه عامل زي المرايه بيساعده ان هو يقدر يشوف في الظلمه كويس. وكمان البؤبؤ بتاع العين ده بيتسع قوي 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 زي ما نشوفه اكتر من عين الانسان كمان. خلاص، يبقى ده برضو حاجه هنفهمها في شنجيكات وهنشوفها، مختلف طبعا عن الانسان. ماشي يا شباب، برضو ده كائن من انواع القرود، اسمه ايه تارزايت مانكي او القرد ذي المعصم او اللي عنده يد او معصم او رسغ اليد ده. الجزء ده بيتميز بيه زي ما يكون ايده قويه جدا في تصميمها وتركيبها زي ما انت شايف، عشان يتعلق بالاشجار. القرد اللي انت شايفه ده تارزاير مانكي ده بيعيش في جنوب شرق اسيا تقريبا، وزي ما انت شايف كده عينه تعتبر من اكبر العيون اللي ممكن تشوفها اصلا في اي كائن حي، شايف عامل ازاي؟ ويقدر برضه يشوف في الظلام او اي كميه ضوء بسيطه جدا انت كانسان ما تشوفش فيها، هو يقدر يشوف فيها كويس قوي. فده برضه هندرسه بالتفصيل في الايه؟ في الجزء ده. هو برضه جايبه لك عشان يفهمك ان انت كانسان بالمقارنة بالكائنات دي تعتبر عينك بدائية بالنسبة لهم، هم عينيهم أفضل مننا بكتير. بعد كده بيقول لك the previous concept we have learned that animals have senses like human. أنت عرفت قبل كده في النشاط اللي فات أو في الكونسيبت اللي فات إن كل الكائنات لها إيه؟ حواس. خمس حواس زي ما قلناهم قبل كده، عارفين إنهم موجودين عندك وعند الكائنات التانية كلها. تمام؟ ولكن قال لك ولكن but some animals have some super senses، بعضها بقى لها حواس خارقة، حواس قوية. خلاص؟ adaptations to survive، يعني ايه؟ في تكيفات في الحواس عشان تقدر تعيش وتتكيف مع البيئة اللي هي عايشة فيها. كل كائن له شوية حواس خاصة بيه، ودرسنا قبل كده كمان إن الهيومنز أند أنيمالز هاف نيرفس سيستم، إن لهم جهاز عصبي أو نيرفس سيستم ذات سند انفورميشن، بيرسل معلومات فروم ذا سنس أورجانز تو ذا برين ثرو ذا نيرفز فور بروسيسنج أند إيه؟ بيرسبشن، عشان يدرك البيئه والواقع ويعالج المعلومات دي ويبدا ان احنا نستجيب ليها. يبقى انت خلي بالك ان دي كلها معلومات احنا بنجيبها من الكونسيبت اللي فات
علشان نستخدمها دلوقتي. كل الكائنات اللي هناخدها عندها جهاز عصبي متكيفه مع البيئه، زي ما حصل ودرسناه في المبدا اللي فات او في الكونسيبت اللي فات والمفهوم اللي فات بتاع التكيف. طيب تعال نكمل. هنا بيقول لك do you know what is the organ that is affected by light، اللي بيتاثر بالضوء، تمام، in humans and animals and how they see or they can see things in low light places. يعني بيقول لك هل تقدر تحدد لي في الاماكن اللي ما فيهاش ضوء قوي ايه العضو اللي جسمنا من الحواس اللي احنا قلناها دول بيقدر يحس بالضوء ويشوفه ويتعامل معاه ويتاقلم معاه بكميته بوضعه ويتكيف ان هو يشوفه. فكر كده، شغل مخك، هتبص تلاقي ان العضو ده سهل جدا وانت اكيد عارفه، اللي هي العين. خلاص كده بيقول لك the eye، العين، is the organ، هي العضو اوف سايت، عضو الابصار اللي احنا نشوف بيها، زي ما انت شايف العين بتاعت الانسان فيها البؤبؤ الاسود ده برضه بيتسع لما الدنيا تبقى ضلمه عشان يدخل ضوء اكتر ونقدر نشوف، ويضيق لما النور يبقى قوي، هو بيضيق عشان يدخل نور قليل ما ياذيش العين. خلاص، يبقى لازم تعرف ان العين بتاعتنا هي عضو الابصار في الانسان وفي الحيوانات. خلاص كده، ايه affected by light in humans and animals. طب تعال نكمل. بعد ما عرفنا عضو الابصار، مش كلنا بقى عندنا نفس قدره الابصار. اقول لك اهو، humans cannot see in the dark، الانسان بطبيعته ما بيقدرش يشوف في الضلمه، but they need light، محتاجين ضوء، عشان كده ربنا خلق لنا القمر اللي انت شايفه ده عشان ينور لنا شويه، او زي الراجل اللي ماشي في الغابه ده ماسك كشاف كده وماشي والا مش هيقدر يشوف. خلاص كده، يبقى but they need light to gather information، عشان يجمع معلومات about what happens around them، عشان يشوف اللي بيحصل حواليه ويتعامل معاه ويتفاعل معاه. الضوء ده لو اتطفى او الكشاف اللي هو ماسكه ده نوره خلص او البطاريه خلصت مش هيقدر يشوف حاجه، ولازم بقى يركز قوي ويحاول ان هو في الضلمه يشوف. الشريحه اللي بعدها بيقول لك سو انيمالز هاف سوبر نايت فيجن، بعض الحيوانات لها رؤيه ليليه، عينيها بقى بتركيبها زي ما انت شايف كده، which enable them to see at night، تقدر تشوف بالليل بشكل واضح. خلاص كده، لايك ذا فيشنج كات ذات هاز ا سبيشال اي ستراكشر، له تركيب عين مميز جدا زي ما انت شايف كده، ذات هيلب ات to find its prey in the dark، يعني بيقدر يشوف الفرائس بتاعته في الظلام بسبب تركيب عينه المتكيف ده. وايه كمان؟ التارزير مانكي او القرد ذو المعصم او الرسغ has a huge eyes، برضه له عين كبيره جدا زي ما انت شايف كده، that can see almost everything in the dark، تقريبا بيشوف كل حاجه في الضلمه كانك مولع النور برضه بعينه دي. خلاص؟ بخلي بالك دي امثله من الكائنات اللي هناخدها بالتفصيل وعندها نايت فيجن. لو قال لك في الاختبار اديني نوعين من الكائنات اللي عندها النايت فيجن، فانت هتقول النوعين دول. وبعد كده بيقول لك بقى فروم ذا بريفيس اكسبلانيشن وي كونكلود ذات، هنستنتج ايه بقى؟ سام نكتورنال انيمالز، بعض الحيوانات اللي بتعيش في الليل زي ما قلناهم، كان سي بيتر ذان هيومن، ممكن نشوفه اكتر وافضل من الانسان بكتير. ان ذا دارك ليفنج اورجانيزمز كان اوبتين لايت فروم ميني سورسز، وان الكائنات الحيه كمان تقدر تاخد الضوء من مصادر كتيره، such as the sun، زي الشمس، ضوء الشمس، وده طبعا مصدر الضوء الرئيسي على الكوكب، وزي كمان الكاندلز او الشموع، وزي كمان الالكتريك لامبس او المصابيح الكهربائيه اللي كلنا بنستخدمهم دلوقتي. يبقى دي تعتبر مصادر من مصادر الضوء. ولو قال لي في الاختبار ايه هي مصادر الضوء، انت هتقول الثلاثه اللي قدامك دول، الصن، الكاندلز، الالكتريك ايه؟ الالكتريك لامبس. طب تمام. طب سؤال، انت ليه يا سير ما قلتش القمر؟ لان القمر مش مضيء، القمر جسم مستضاء، يعني بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه، فاوعى تغلط في الاختبار وتقول ان هو من مصادر الضوء. طبعا دي هناخدها بعد كده تاني ما تقلقش، بس لازم تعرف ان لو قال لك قول لي مصادر الضوء ما تقولش معاهم حاجه بتعكس لنا الضوء، يعني مثلا المرايه، ممكن تكون ماسك كشاف كده قدام المرايه والنور بتاع الكشاف واقع على المرايه، فالمرايه بتعكس النور كانها هي اللي بتطلع النور، فما اقدرش اقول ان المرايه مصدر من مصادر الضوء، هي بتعكس نور اللي ايه؟ الكشاف. فساعتها ما تقولش ان هي سورس اوف لايت، لا هي مش سورس اوف لايت. خلاص يا شباب، هناخدها في الانعكاس بالتفصيل، احفظ لي الثلاثه دول. بعد كده اخر شريحه عندنا بيقول لك ان ذيس كونسبت وي ويل ستادي، في المفهوم ده هندرس شويه حاجات هناخدهم بقى الدرس اللي جاي ان شاء الله. اول حاجه سم انيمالز ذات كام هانت ان ذا دارك، هندرس بعض الحيوانات اللي بتقدر تصطاد في الليل زي الفيشنج كات والتارزر مونكي، هناخدهم بالتفصيل. سم سبيشال ستراكشر اوف ايز اوف سم انيمالز، وهناخد بعض الاغشيه الاضافيه اللي موجوده في العين انها تعكس الضوء كانك تلمع في الضلمه كده وتخليك تشوف افضل في الليل عند الكائنات دي، هناخدها واسامي الاغشيه دي ايه وكده. وهناخد كمان الضوء كمصدر من مصادر الطاقه، زي ما قلنا انه بينقل الطاقه، هو اصلا صوره من صور الطاقه بس انت تقدر تشوفه بعينيك. وهناخد خصائص الضوء خمسه،
انت هتاخد منهم واحده اللي هي الريفليكشن اوف لايت، انعكاس الضوء. دي هناخدها بالتفصيل لان هي دي المسؤوله عن ان احنا نشوف الحاجات اللي حوالينا. زي ما نفهم ان انت مثلا اي جسم في الدنيا انت شايفه، لو ماسك كتاب في ايدك دلوقتي انت شايف الكتاب لان الضوء بيسقط على الكتاب، يعني انعكس يجي على عينيك، فانت شفت الكتاب. يبقى خاصيه الانعكاس دي مهمه جدا في ان احنا نشوف الحاجات اللي حوالينا. خلاص، اخر حاجه هناخدها ان احنا ممكن نشوف الحاجات اللي حوالينا المختلفه بالخصائص بتاعه الضوء او بالانعكاس بتاع الضوء. من غير الخاصيه دي مش هنقدر نشوف. يعني اذا افترضنا ان في جسم مش بيعكس الضوء الساقط عليه، فانت ممكن ما تشوفوش او تشوفه اسود. عشان كده اللون الاسود ما يعتبرش لون، ان هو الاسود معناه ان ما فيش ضوء جاي من المكان ده، ما يعتبرش لون في حد ذاته، هو غياب لون او غياب الضوء زي الضلمه. تمام، فدي برضه هناخدها بالتفصيل. يبقى انت كده مقدمه عن الايه، عن الكونسبت. اتمنى تكون استفدت. كان معك الاستاذ محمد سيد رحمي، قناه ساينس كابيتال. سعدت وتشرفت بكم، واتمنى تشتركوا معايا في القناه.